الأزمات اللي عم تتفاقم يومياً على اللبنانيين وبتغرقهم بهموم معيشية بتخليهم ينسوا حجم الانهيار والكارثة اللي عايشين تحت وطأتها. ولكن هيدا ما بيعني إنه تفجر هالأزمات على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية مش رح يؤدي بنهاية المطاف إلى الانفجار، خصوصاً إنه كل هالأزمات عم تترافق مع غياب تام للسلطات بكل أجهزتها ومؤسساتها عن إدارتها، أو الأصح عن حسن إدارتها، لأن اللي عم نشهده اليوم هو سوء إدارة بالكامل بيطرح علامات استفهام إذا كان مقصود ومتعمد ومخطط له سابقاً أو هو نتيجة جهل وأهمال واستهتار. من أشهر والوسط الاقتصادي كما السياسي عم بتوقع الارتطام الكبير، والسبب استمرار كرة الأزمات بالتدحرج من دون توقف. ولكن الارتطام ما حصل، والسؤال اللي عم بحير المراقبين والخبراء اللي بانيين توقعاتهم على مؤشرات وأرقام ومعطيات، ليش ما حصل بعد؟ وهل هو حتمي أو لا يزال هناك إمكانية لتفاديه؟ الأكيد أنه تلاقي الارتطام ممكن، والفرصة لذلك بتضل قائمة بفعل أكثر من عامل، يمكن أهمهم اثنين وهني يمكن اللي عم بيفرملوا هالارتطام. الأول هو القرار الدولي بالحفاظ على الاستقرار الداخلي بقطع النظر عن الضغط اللي عم بيتمارس للتضييق على حزب الله واللي عم بيتأثر فيه الاقتصاد اللبناني وكل اللبنانية. أما العامل الثاني فهو تحويلات اللبنانيين بالخارج اللي عم بتوفر الدولار النقدي لنحو 160 ألف أسرة، فضلاً عن تحويلات الشركات الأجنبية اللي عم تدفع لموظفينا بلبنان بالدولار. ما ننسى أيضاً أنه التوقعات بصيف واعد وموسم سياحي ناشط رح تساعد كتير إذا أحسن القطاع الخاص استقطاب السياح والمغتربين من دون استغلالهم، وإذا أحسنت الدولة تأمين البنى التحتية، خصوصا أنه لبنان ما عنده شيء بعد على مستوى البنى التحتية والخدماتية حتى يقدمه، سيما وأنه اعتبارا من أول تموز نحن مقبلين على زيادة تعرفة الإنترنت والاتصالات. فهل بتكون الزيادة شرارة الانفجار اللي عجزت عنه أزمة البنزين والكهرباء والطحين، أو أنه الصيفية بتشتري لنا شوية وقت؟ وكم شهر بعد؟ 17 تشرين 2019، 5 سنت زيادة على الواتساب، سقطت حكومة وأشعلت انتفاضة، وصلت 13 نايب على البرلمان. بعدنا متذكرين أو أنه الوجع صار أقوى وإبر التخدير والتكيف صارت أكبر؟